السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم طريقه رائعه جدا وسهله وزوينه بزاف باش تحضروا الكونفيتير ديال التفاح. كيف كتشوفوا كيجي زوين ومعلك وخاطر ولذيذ بزاف بزاف باسهل طريقه. اذا ان شاء الله تبعوا معايا حتى الاخير. هنا عندي 2 كيلو ديال التفاح، كنغسلهم طبعا، كنغسلهم مزيان مزيان وكنحيد لهم ديك البذور اللي في الداخل، ومن بعد كنحكوه كنبشروه في المبشرة الغليظة ولا المتوسطة. ممكن انكم تقطعوا ايضا قطع صغيرة، ولكن اللي كيتحك هكذا كيتبشر كيجي زوين بزاف وما كيحتاج انه يطحن من بعد ولا اي شيء، واضافة الى انه كيطيب بسرعة كيجي خاطر وزوين. اذا ممكن انكم تحكوه. هنا عندي هاد الآلة هكذا اللي كتحك الخضرة وتقطعها، اذا هي سهلت علي العمل، درتو هنا في الحكاكه الغليظه. اذا بعد ما كتكملوا الكميه كلها اللي عندكم ممكن تحكوه بالقشره ولا تحيدوا هاد اللي بغيتو. اذا انا كنفضل انني نديرو بالقشره ديالو، ما كتجيش باينه وكيجي الفوائد ديالو صحيه اكثر. اذا ها هو من بعد ما كملت غادي نضيف ليه الان الليمون ولا البرتقال. سبق لي حطيت لكم في القناه التفاح بوحدو، وهنا غادي نوع، غادي ندير لكم الكونفيتير ديال التفاح مع الليمون، كيجي زوين رائع رائع، صدقوني الا جربتوه غادي يعجبكم بزاف بزاف. اذا هنا التفاح عندنا هذا هو الموسم ديالو موجود، فباستمرار غير كيسالي ليا كنحضر واحد اخر، وحضرت معكم دابا هذا وشاركته معكم. اذا كيف كتشوفوا عندي 3 الليمونات، 3 الحبات ديال الليمون، كنعصرهم. انا عصرتهم هنا مباشره فوق التفاح المحكوك. 3 الحبات ديال الليمون، ممكن ديروا كثر شويه اللي بغيتو، شحال ما كثرتو كيجي لذيذ وزوين بزاف. اذا تقريبا هنا عطاني شي كاس ونص ديال عصير الليمون، وغادي نعصر هذيك الحامضه. اذا كيف شفتوا عندي 3 الليمونات وحامضه واحده، 3 برتقالات وليمونه واحده، اذا عصرتهم كاملين. من بعد ما بقى لي الان الا نضيف حاجه واحده وهي السكر. عندي هنا 2 كيلو ديال التفاح، ضفت ليهم كيلو ديال السكر الخشن او سكر سنيده، كيلو بالضبط. اذا 2 كيلو ديال التفاح المحكوك بالقشره ديالو درتو، ممكن تحيدوا القشره. هنا كيف كتشوفوا معايا غطيت عليه وخليتو، خليتو انا هنا وجدتو في الليل كيف كتشوفوا معايا، وخليتو حتى الصباح عاد غادي نطيبو. اذا هنا في الصباح من بعد ما وجدت الفطور انا درتو حدايا، درتو فوق النار، شوفوا راه ولا فيه المياه، يعني انه ترخى مع السكر وطلق الماء مزيان، يعني ما غاديش نحتاج نضيف له الماء نهائيا. ممكن انكم كيف كندير في اغلب الاحيان، دابا غير هنا لانني وجدته في الليل وما بغيتش نبقى سهرانه معاه، ممكن انكم توجدوه وتخليه غير واحد الساعتين وتديروه، ولا ممكن نيشان، يعني غير ديرو الا بغيتو طيبوه نيشان زيدوا معاه واحد نص كويس ديال الماء باش عوض ما تبقاو تسناو انه حتى يترخى وديك السنيده تطلق الماء ديالها، زيدوا معاه واحد نص كاس الماء وديروه مباشره فوق النار. ولكن كتبقى هذه الطريقه الافضل، يعني انكم تقادوه بالليل وتخليوه الصباح ملي تكونوا توجدوا الفطور حداكم تشعلوا عليه النار. اذا هنا انا شعلت عليه النار وخليته يغلي مزيان، النار ديروها متوسطه ولا قليله شويه باش ما يتحرقش لكم، شحال ما قللتوا النار افضل. اذا هنا النار عندي ماشي قليله بزاف بزاف، عندي قل من متوسطه شويه، النار ضعيفه شويه. وهنا خليته ما كنغطيش عليه، كنخليه بحال هكذا، ومره مره كنبقى نحركو. انا هنا ما زدتش الماء نهائيا، درت غير ديك 2 كيلو ديال التفاح مع كيلو سنيده، حامضه واحده معصوره، وثلاثه الليمونات العصير ديالهم، تقريبا واحد كاس ونص ديال عصير الليمون. اذا كنخليهم فوق النار، كيجي رائع والله العظيم، كيجي زوين بزاف بزاف بزاف، ما تشبعوش منه. انا ولا غير كيسالي لي كندير واحد اخر، كيعجبنا بزاف، كنزين به اي شيء، كنزين به الكيك، كنزين به مسمن البغرير، اي حاجه ممكن اننا نزينو هكذا في الدار. الدراري عندي حتى كيديروا حتى في بتي بان، كيديروا في كرواسون، اي حاجه يعني كندير لهم هكذا حاجه ديال الدار اللي حنا عارفين شنو فيها باش ما نشريوش من برا. اذا واخا ما كنبغيوش نستعملوا بزاف هاد الاشياء اللي فيهم سكر، ولكن شي مرات راه كتلقى انه ضروري
ما يمكنش انك تحرم وليداتك من كل شيء، على الاقل كتكون هنا عارفه شنو فيه، وداك الشيء كديرو قدر الامكان كديرو صحي، يعني فيه الفواكه، فيه الحوامض، ومصنوع في الدار ونقي على يديك. اذا ان شاء الله الا جربتوه بهذه الطريقه غادي يعجبكم بزاف بزاف. واللي بغى يجربوه ما عندوش البرتقال ممكن انه ياخذ الفيديو اللي حطيت قبل ديال الكونفيتير التفاح، حتى هو كيجي رائع من اروع ما يكون، غير ديال التفاح بوحدو ومعاه واحد الحامضه، ليمونه حامضه. اذا هنا ها هو خليته تقريبا كيغلي فوق النار مع التحريك مره مره، خليته تقريبا واحد 40 دقيقه. اذا على حساب النار الا كنتو دايرينها ضعيفه ضعيفه بزاف، خليه تقريبا هكذا بين 40 حتى 50 دقيقه. انا هنا تقريبا واحد ما فاتش 40 دقيقه، المهم 40 دقيقه طفيت عليه النار. غتخليوه حتى يبان لكم بحال هكذا، ولا كونفيتير ولا معلك، تحطوه هكذا في الطبيسيل يبان لك انه، ها نتوما كتشوفوا يبان لكم انه خاتر ومعلك وكونفيتير زوين. اذا ها هو من بعد ما طاب حتى كيولي بهذا الشكل. اذا نتوما على حساب النار ديالكم، يعني ماشي غير قلت لك 35 دقيقه 40 دقيقه غادي تطفي عليه، ممكن انه تلقى باقي فيه شويه المياه وتزيد له هكذا 5 دقائق 10. المهم انكم تخليوه حتى كيولي بهذا الشكل، والمده الاجماليه للطهيره ما يمكنش انكم تفوتوا 50 دقيقه. اذا هكذا 35 40 حتى 50 دقيقه، تبقاو مراقبينه باش ما يتحرقش لكم، وما تخليوش شريتي يقصح بزاف ما يبقاش فيه نهائيا السوائل، لا غير يولي بحال هكذا كيف كتشوفوا. بارك عليه، كنطفيو وكنخليوه يبرد وكنملؤ به الزجاجات معقمه، ما ديروش نهائيا في بلاستيك، ديروه في قريعه ديال الزاج، راه كيبقى معكم مده طويله، ممكن يبقى حتى عام كامل، غير تعرفوا كيفاش تحتفظوا به. والقرعه الا بغيتو تبقى لكم مده طويله بزاف غير ما تحلوهاش، لان الا حليتيها وبديتيها راه تقريبا غير واحد الشهر ولا شهرين كتبقى في الثلاجه صافي. اما الا بغيتي تحافظ بها مده طويله بزاف غير خليها مسدوده، ما تحلهاش نهائيا، حتى تبغيو تستعملوها عاد تحلوها وتحتفظوا بها هكذا في الثلاجه، تبقاو تستعملوها وتستهلكوها بصحتكم. اذا هنا من بعد ما عمرت القنينات اللي عندي كتغطيو عليهم، كتغطيو مزيان مزيان. وممكن الا عندكم الغطاء ما كيسدش مزيان ممكن انكم ديروا ورق الزبده، راه كيخليها محكمه الاغلاق، يعني ما كيدخلش ليها الهواء نهائيا باش تبقى معكم مده طويله. وممكن تسدوا حتى بلاستيك، ممكن ديروا شويه البلاستيك وتسدوا، غير هي باش يكون صحي اكثر. ديروا ورق الزبده، داك البابي اللي كنستعملوا في الكوزينه كنفرشوه هكذا الحلوى وغيرها. اذا بعد ما كتغطيوها ممكن انكم تقلبوا القراعي على الغطاء ديالهم وتخليهم واحد شويه واحد نص ساعه، عاد تحطوهم هكذا في الوضع الطبيعي الا كنتو باغي تحتفظوا بهم مده طويله، لان ملي كتقلبوها راه كيخرج الهواء. صافي، هذا هو الكونفيتير ديالنا، هادو هما القريعات ديالنا، كيجي رائع من اروع ما يكون. ها نتوما كيف كتشوفوا، راه عطاني ثلاثه القراعي، هذه راه كبيره، هاد القرعه ديال لترو ديال كيلو، وحدها هاد القريعات حتى هما، وعاد بقات واحد الزليفه واحد الطبيسي اللي حطيته للدراري كلاو منه، يعني عاد انا كنصور وحطيت لهم شويه. ها نتوما كتشوفوا، هذا هو الكونفيتير ديال اليوم، نتمنى ان شاء الله يكون عجبكم. ما تنسوا